وهذا أذان المغرب لآخر يوم رمضان 1441 هجري 2020 ميلادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم إلى قناتكم هشام في اليابان. نقدم لكم فيها كل ما يتعلق بهذا البلد الجميل من عادات وتقاليد وثقافة ومعلومات ومناسبات غريبة وأغرب. نحن الآن في محافظة ياماغاتا، طلعنا من حظر الكورونا أخيرا، الحمد لله رب العالمين. عندنا عائلة طيبة جدا في مدينة مش عارف شن اسمها، في محافظة ياماغاتا، حتلقوا اسمها تعالوا نحطها هنا بعد شوية. الناس طيبين جدا وعزمونا عندهم في البيت وجئناهم من طوكيو إلى ياماغاتا. ياماغاتا هي محافظة أشكال الجبال أو وجوه الجبال، ياما غاتا يعني ياما معناتها جبل، غاتا معناتها أشكال أو شكل. فهذه هي محافظة ياما غاتا، مطلة على بحر اليابان وهي جميلة جدا ومن أحلى المحافظات، تشتهر بالرز البني. المهم اليوم جينا بنحتفل طبعا بعيد الفطر المبارك، وجينا لمنطقة النهر وفي الشوي، ولا يحلى العيد ولا تحلى الفرحة إلا بالشوي. خلوكم معي. ها اوكي، اعتقد هيك الرؤية، مش عارف. يلا وين نمشي تو؟ وين نمشي تو؟ وين هذه تو؟ كيف بندبروها هذه الشواية؟ أيوة هذا الصح، هذا الصح. الملاحظ أن في المنطقة هذه باش تشوي ما فيش داعي انك تستأجر بالفلوس ولا تدير حجز، تعال هنا حط سيارتك وتعال قدامك الدنيا كلها. صراحة براح عيش الطبيعة واشوي على كيفك والجو مليح. اخيرا ولعت النار الحمد لله، قدرنا نولعوها تو، لكن نستنوا في ابو ياسين الرجل الطيب الذي دعانا الى محافظة ياماغاتا، دعانا الى منزله، منزله في الجبل، منطقة رائعة. نحن ننتظر الآن أن يأتي حتى نبدأ حفلة الشواء. ياي أبو ياسين، يا سلام يا سلام. هذا بحر اليابان أو قدامنا، واحد من الموانئ اللي يجوا الناس يصطادوا فيه حتى هو السمك
لكن اليوم حسب خبرة الصيادين قالوا أن البحر ليس مواتيا لصيد أي أسماك. هذا على الجانب الآخر من اليابان، الجانب المطل على بحر اليابان. طبعا هذه كلها لتوليد الطاقة، طاقة الرياح، استغلال طاقة الرياح في توليد الطاقة الكهربائية. لنا يومين ثلاثة في المحافظة بعد حجر كورونا، قلنا خلينا ننطلق شوية. جينا إلى جبل هاغورو في محافظة ياماغاتا، واحد من الجبال سهلة التسلق. المرة اللي فاتت لما تسلقنا فيها الجبل طلعنا إلى ثاني أعلى في قمة في اليابان، وكان اسمه جبل كيتاداكي. طبعا كانت تجربة مؤلمة جدا، بدأت أخطأت خطأ جسيم، هو أني اشتريت الحذاء الخاص بالجبل لتسلق الجبال ولبسته على طول، كان حذاء جديد ولبسته على طول، أدى إلى مضاعفات مش عادية في القدم، فقدت الإحساس في إصبع قدمي الكبير. لكن اليوم بنجرب نظرية ثانية، وهي ارتداء أخف ما يمكن في الأقدام، اللي هي زي ما نقول الشباشب الرومانية القديمة، هذيك اللي كان يلبسوا فيها ويتحركوا بدون أي مشاكل. ما هذه؟ هذه مجموعة من المعابد، هذه ياساكا شراين، وميكاني شراين، هاكوسان شراين، وهذا حاطين فيه جماعة بدروات متاعهم مش عارف ليش، تاكيتسونومي. ليش حاطين بدروات متاعهم هنا؟ جبل هاغورو هو واحد من ثلاثة جبال مقدسة بالمنطقة يطلق عليها مجتمعة ديوا سانزا، وهو يمثل الحاضر ويصل ارتفاعه إلى 414 مترا. أما الجبلان الآخران فهما غاسان الذي يمثل الماضي، وجبل يودونو الذي يمثل المستقبل. وهذا ملبسين فانيليا. زي ما بتنزلي تحت وتاخذي الباص تطلعي فوق، ولا هو تنزلي وتطلعي؟ اعتقد تنزلي وتطلعي. ناخذ الطريق مرتين يعني. اها انترستينج، يعني المره هذه بالعكس نازله بعدين اطلع. اها حلوه. كونيتشوا اتسكارا ساما ديس. هي طبعا نزول اسهل، لكن الطلوع هو اللي يشد روحك. هناك نحو 2250 درجة تشكل مسار الجبل من السفح إلى القمة عبر غابة كثيفة من أشجار الأرز التي يصل عمرها إلى 500 سنة، ويقال إن من يصعدها كلها يحقق السلام الداخلي مع نفسه أو تمحى كل ذنوبه. كانوا متوقعين أن بتنزل وبتطلع من الجهة الثانية باش ترجع للمكان اللي انطلقت منه، ولكن بعد السؤال تكشف أن الأمر ليس كذلك، وبالتالي احنا راجعين إلى الأعلى. لكن المرة هذه أعتقد أسهل من المرات اللي فاتت. هذا شنو الزنزن هذا في تركينا؟ يا لطيف، هذا دبور والله. أوكي، انسحاب تكتيكي. شو الناس يدفنوا في الفلوس في الشجر؟ قداش يطلعوا هذول؟ في أحضان الطبيعة يقترب وقت العمل عن بعد. بعد قليل إن شاء الله الواحد لازم يبدأ الدوام متاعه اللي هو يسموه تيلي ووركينج، لأن ما زال ممنوعين من الذهاب إلى مكاتب العمل، وبالتالي العمل كله عن طريق الكمبيوتر، وبعد قليل هيبدأ العمل عن طريق الكمبيوتر. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، لو عجبكم ما تنسوش تديروا لا إعجاب، واللي مش مشترك في القناة يفكر يشترك فيها فضلا وليس أمرا. نراكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله، وأهم شيء
خلوكم ديما رايقين. السلام عليكم.